يعني مثلا لما انت داخله حمص او انت داخله ريف حمص، انت بلا اي تامين، احنا رايحين بلا اي تامين، يعني ممكن اي حد يطلع عليكم في شكرا الطريق. ولا حد يعرف اي حاجه. يعني احنا بس عشان ابقى دقيق، اللي كان يعرف بالسفريه وبميعادها وخطه حركتنا كان القنصل المصري الدكتور محمد صرت فقط. فكان يعني انا بس انا عايز احكي على جانب انسان انا شفته، عشان بس الناس اللي يقولوا احسن من العراق وسوريا وليبيا. أرجوك يا ريت. انا عايز اقول لك في بعض الاطفال فقدوا اسرهم كامل، اب وام وجد حرام. وجده وخال. الاولاد اللي في الشارع، انا مش بتكلم على مرحله المخيمات، انا بتكلم على الاطفال كده، انت بتشوفيهم في الشارع بلا اي مأوى. حرام. وبتكلم درجه حراره يعني هناك مثلا كانت اظن يا واحد يا اتنين بلا اي هي برد هناك. يعني حاجه حتى تدفيهم. فكان ال 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 عشان تاكلي او عشان يشربهم كانوا هناك بعض المساعدات اللي بتجي لهم اظن من ايران عباره عن رغيف عيش وثلاث راس فلافل وحته مثلا طعميه، وكانوا مبسوطين جدا بان ده افطارهم وده غداهم وده عشاهم. يعني شيء مروع وشيء قاسي جدا. انا كنت مهتم جدا من الجانب الانساني، انا ماليش دعوه بالجانب اللي هو السياسي او الجانب مين بيحارب مين على الارض، بس انا بتكلم عن وضع قمه في الصعوبه. حتى هم هناك قالوا لنا انتوا مصري، مصري. طب يا جماعه انتوا زعلانين ليه؟ انتوا زعلانين عشان ارتفاع اسعار. انا اسف انا بقول الكلام ده، يعني مش جاي عشان انا بس بس الناس بقيس لازم الحاله. تحس بقيمه العيشه اللي عايشاها بصي، والامان، وانه فكره ان الاكل في موجود وانه فكره الدفا ان في موجود. وطن، بالظبط فكره ان في وطن وفي دوله قائمه، ده شيء نعمه كبيره جدا. انا مش بتكلم ان انا يعني بقول انه الوضع، بس فكره ان في دوله بتحمي وبتحافظ على كيان وعلى شعب، وايا كان انت ممكن تبقي مثلا شايفه ان الاسعار عاليه او لكن انا بتكلمك على جانب تاني، الناس مش طب عارفه انت الاطفال تعيش. دول بتعدوا بس كده من عليهم وخلاص، ولا في يعني بيبقى بصي، مصيرهم ايه؟ يعني انت ما هو شفت. الحقيقه انا يعني انا ما اعرفش، بس انا فعلا يعني لان انا عندي ابن 4 سنين ونص، فانا متصور انه لو الايه اتقلبت الوضع صعب جدا طيب، هي جدا. ما بتبكي من تأثر؟ بصراحة الموضوع فعلا يوجع القلب، والحقيقة ربنا يكون في عونهم ومعاهم، ويا رب الحالة المأساوية دي تنتهي بقى وترجع سوريا زي ما كانت. الناس كلها كانت بتحكي وتتحكى بسوريا وبجمال سوريا وجمال الشعب السوري. يا رب ان شاء الله الحال يتصلح ويتعدل ان شاء الله عن الحال السيء خليك اللي قوية وصلنا يا له، مها، خليك والاطفال قوية يا يعني. حرام المشردين. خلونا انت صراحة يا ابراهيم يعني وجعت لنا هو قلبنا، ده حاجة خلينا بسيطة نروح من اللي انا لاستاذ شفته. العباس. انت طيب روحوا الفن.